تحياتي. أشهر أنواع كبسات مكيف السيارة أو كمبرسورات تكييف السيارة هما كالآتي: كمبرسور كلاتش بدون أي فالفات، وكمبرسور كلاتش بفالف ميكانيكي، وكمبرسور بدون كلاتش ولكن فيه فالف كهربي. في الفيديو دوت هوضح الفرق بين أنواع كمبرسورات التكييف من حيث طريقة العمل والصيانة والعمر الافتراضي وكفاءة التشغيل. نتابع مع بعض. اول حاجة هنتكلم عليها الكمبرسور الكلاتش اللي هو بدون اي فالفات. فكرة عمل الكمبرسور عموما عبارة عن مجموعة من البساتم الداخلية متوصلة بعمود الدوران اللي بدوره بيبدأ ينقل الحركة من المحرك عن طريق السير لداخل الكمبرسور، ومن خلالها بيبدأ يدور سائل او مركب التبريد داخل دايرة المكيف. طيب فكرة عمل الكمبرسور ده ايه؟ عبارة عن طبعا هنا بتكون الطنبورة اللي بتلف علشان السير بالشكل ده. طبعا هنا بيكون تحت الطنبورة ديت في عبارة عن كويل او ملف نحاسي، لما بياخد كهرباء 12 فولت بيبدأ يحصل مجال مغناطيسي، بيبدأ الكلاتش بقى اللي هو اللي مسؤول عن مجموعة البساتم الداخلية او الكلاتش اللي متوصل بعمود الدوران بيبدأ ينجذب على الطنبورة او بينجذب للمجال المغناطيسي، وبدوره بيبدأ يلف البساتم الداخلية اللي بدورها بتبدأ تشفط الفريون من الدايرة وتضخه بداخل الدايرة، او بيبدأ عملية دوران سائل التبريد او مركب التبريد داخل الدايرة. طيب الكمبرسور دوت دايما بيبقى اغلب مشاكله في ايه؟ اغلب مشاكل الكمبرسور ده ان الطبيعي مع العمر الافتراضي والتشغيل والدوران بتبدا البليه العموميه بتاعه الطنبوره تخشن او يحصل فيها صوت خشونه، وده بيكون مزعج. ده امر مفروغ منه، بيبدا يتحل الكلاتش من بره وبيخرج رمان البلي، وبعد كده بيبدا يتغير البلي على المخرطة وبيبدأ يشتغل الكمبرسور تاني. طيب المشكلة التانية في ايه؟ المشكلة التانية بتاعته ان الكلاتش ده بيبقى صوته مزعج، لما بيجي يشتغل بيعمل صوت طقة. في ناس اوكي بالنسبة لها عادي، وفي ناس بالنسبة لها ان الطقة ديت مشكلة صوت مزعج ليها. طيب المشكلة التالتة، لما بيجي الكمبرسور يشتغل فبيحمل هو مرة واحدة على رتم واحد، لما الكلاتش بيجي يشتغل ما بيميزش العربية على سرعة عالية على سرعة هادية، بيجي يشتغل مرة واحدة فبتحس بتقل في العربية وانت سايق. ده كل المشاكل اللي ممكن تحصل في الكمبرسور، ولكن العمر الافتراضي بالنسبة لبقية الكمبرسورات هو افضل، لاني مفهوش تكنولوجي كتير او مفهوش اوبشن كتير، بمعنى انه عبارة عن البساتم الكلاتش بيجي يشتغل بيبدأ البساتم الداخلية اللي موجودة جوه الكمبرسور تضغط الفريون او تقلب الفريون داخل الدايرة، بعكس بقية الكمبرسورات اللي انا هوضحها الوقت اللي جاي، يعني مفهوش فالف ميكانيكي بيبوظ او فالف كهربي بيبوظ. بالنسبة لطريقة عمل كمبرسور الكلاتش الكهربي او الكلاتش الكهربي في الكمبرسور، طبعا والعربية اثناء الدوران بيكون السير بتاع الكمبرسور بيلفوا حر الحركة، لما بتيجي توصل كهرباء للكمبرسور علشان تشغل التكييف بيبدأ يحصل كده، تلاقي ان الكلاتش بقى قطعة واحدة ما بيلفش، تيجي تسيب اهو، تيجي توصل كهرباء اهو يقفش. طيب لما بتيجي توصل كهرباء بص المجال المغناطيسي بيحصل ايه، تلاقي مثلا المفتاح ماسك فيه، لما بتيجي تفصل الكهرباء ادي المفتاح وقع، وهكذا. طبعا ده بيكون حر الحركة الطنبورة بتاعة الكمبرسور، بص لما بوصل كهرباء بيلف معاها اللي تحت اهو بالشكل ده. طب لو سبت كهرباء تلاقي ان الطنبورة بس هي لوحدها اللي بتلف. نيجي للكمبرسور الاشهر على الاطلاق، وده موجود في عيلة التشيفروليه او الدايو او بالاخص الجي ام او عيلة جنرال موتورز. طبعا الكمبرسور ده عبارة عن كمبرسور بكلاتش ولكن فيه فالف ميكانيكي. لو جينا قلبنا الكمبرسور بنلاقي ان هنا فيه فالف ميكانيكي. الفالف ده وظيفته ايه؟ انت لما بتيجي تشغل التكييف هو اول مرة الكمبرسور بيلقط بيعمل الطاقة بتاعة الكلاتش،
بعد كده مفيش ترموستات عشان يخلي الكمبرسور يفصل ويشتغل يفصل ويشتغل زي الكمبرسور السابق اللي هو الكلاتش اللي مفهوش فالفات. لازم يكون في ترموستات علشان ما يتحرقش يشتغل ويفصل يشتغل ويفصل، او ما يتكونش تلج على المواسير او الكويل الداخلي او التلاجة الداخلية. طيب الكمبرسور دوت نفس فكرة عمل الكمبرسور السابق، مجموعة من البساتم وعضو دوار او عمود الدوران وعليه الطنبورة او الكلاتش اللي بتنقل الحركة من المحرك للاجزاء الداخلية، ولكن بيكون في فالف. الفالف ده هو اللي بيتحكم في تدفق كمية الفريون اللازمة للتبريد عن طريق التمدد الحراري. يعني لما الفريون بيبدأ يكون بارد او سائع نسبيا بيبدأ يخفض كمية الفريون المتدفقة داخل الدايرة، ولما بيكون في سخونية عالية بيبدأ يضخ كمية فريون اكبر علشان يبرد اكتر، او عبارة عن صمام خانق للفريون. ده بيكون موجود في اسفل الكمبرسور، بيكون هنا في تيلة وبتبدأ تطلع الفالف ده وتغيره عند التلف. طبعا بيبوظ بسبب الشوايب اللي بتكون موجودة في الدايرة، او بيكون العمر الافتراضي بتاعه انتهى. زي ما واضح اعلى الفيديو دي طريقة تغيير الفالف في الكمبرسور، وطبعا في الديسكريبشن تحت في المرفقات انا حاطط برضو روابط طريقة تغيير الفالف في الكمبرسور بكل سهولة وكمان طريقة الشحن. ولكن موضوع الكمبرسور ده بيبوظ فيه برضو نفس السابق البلية اللي موجودة على البقرة العمومية، بالاضافة الى البلف الميكانيكي. وطبعا انت ممكن تغير كذا بلف ميكانيكي بداخل الكمبرسور، طبعا ده بيكون مكلف نسبيا عكس الكمبرسور السابق مفهوش بلوفة، فبالتالي نسبة الصيانة او مصاريف الصيانة قليلة جدا بالمقارنة بالكمبرسور اللي موجود فيه فالف ميكانيكي. طبعا في اوقات بيكون الفالف ما بيعرف يعني ما تعرفش تخرجه من الكمبرسور بيكون قافش، ساعتها انت بترمي الكمبرسور بالكامل او بتغير المجموعة الخلفية بتاعته. وعلى نفس نهج فكرة الكمبرسورات السابقة، ولكن كمبرسور التكييف او كباس التكييف ده مختلف، انه مش موجود عليه كلاتش. يعني هنا مفيش اي نحاس او ملف او مجال مغناطيسي او كلاكش، ولكن هو بيكون اخد حركته من المحرك باستمرار سواء شغال او مش شغال، فالبساتم الداخلية بتكون شغالة على طول دايركت، ولكن البلف الكهربي او الفالف الكهربي اللي بيكون بداخله بالشكل ده بيكون بالظبط في نفس المكان كده بالظبط. ده اللي بيبدأ فيه تدفق كمية الفريون اللازمة وتشغيل الكمبرسور، ولكن بشكل كهربي عن طريق كنترول السيارة او كنترول مكيف السيارة. عن طريقه بيبدأ الدايرة من جوه او الترموستات بيحس بدرجة تبريد السيارة، ومن خلاله بيبدأ يفتح او يقفل، ولكن التحكم كله بشكل كهربي. ولكن عند تلف الفالف ده بيكون تكلفته او سعره اعلى من الفالف السابق اللي هو الفالف الميكانيكي، ولكن نفس فكرة العمل واحدة، ولكن هنا ده ميكانيكي الكمبرسور ده بيشتغل عن طريق الفالف الكهربي، ولكن تكلفته بتكون عالية جدا ومش معمر قوي زي البلف الميكانيكي او الكمبرسور اللي بكلاتش. طبعا الكمبرسور ده بيكون اغلى انواع الكمبرسورز وما بيستحملش زي الكمبرسورات التانية، ولكن بتكون الاداء بتاعه حلو بالنسبة لان نعومة الصوت ما بيكونش فيه اي صوت مسموع خالص اثناء تشغيله او ايقافه، وبيكون لما بيجي يشتغل ما بيسحبش السحبة الجامدة او بيحمل على المحرك في بداية التشغيل زي الكمبرسور اللي بكلاتش او الكمبرسور اللي فيه الفالف الميكانيكي. وطبعا نيجي نسمع صوت الفالف وهو عند التشغيل بتاعه بيكون صوت عادي جدا، يعني صوت خفيف لان بيكون راكب جوه الكمبرسور. طبعا ده بيكون صوت الفالف، وطبعا الفالف بيكون راكب جوه الكمبرسور، فالصوت ده ما بيكونش ظاهر خالص. ولكن في حال تلف الكمبرسور او اي كمبرسور في السيارة بيبدأ يخرج رايش الكمبرسور من جوه بتاع البساتم من
الدايرة، وبالتالي بيبدأ يسد السربنتينا او نقول الكوندنسر اللي هو في وش السيارة، فبيبدأ الريش ده بيسد الفلتر او بيسد السربنتينا. فعند تغيير الكمبريسور بالكامل عند التلف، المفروض ان احنا بنعمل حاجة من اتنين، يا بننظف السربنتينا ونغير الفلتر، يا اما نظافة بنظافة بنجيب سربنتينا جديدة وفلتر جديد علشان نضمن اعلى معدلات كفاءة التبريد في السيارة. في النهاية اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو في عندك اي استفسار اكتب كومنت اسفل الفيديو، وما تنساش تعمل لايك وشير علشان استمر في تقديم فيديوهات تانية كتير. شكرا لكم.